قبل يقولها دي مخشب بعدين تكلم ثاني وصلت من ذا تخيل علمك انا عندي معاناه ابي اتمنى تحلها لا يقولك انت حلال المعاناه لا كذب انا احلك معاناتك انت وش يا ابو سعود عندي معاناه انا رجل معاناه معاناه لا تشرع عليه لا بعد عنده معاناه انه ما يفهم انا من يوم دخلت البرنامج رجل مو مشكلتي انت مسجل البرنامج وصلنا على محتوى ما تفهم مشكلتك انت والله لا عندك لا محتوى ولا تدري وين الطخ ولا عندك سالفه بقطع عندك واش يقاطع خل علوك عشان تحلوا تشاركم في الحلول يلا يوم ايش دخلني انا صايح يوم ايش دخلت من قبلوني مع الاخوه ايوه في البرنامج ما بحافظ التاريخ دقيقه ما انت حاسس حافظ التاريخ انت من يوم قبلوني مع وجهك الودر وانا راح انا اشهد اما ذي اول معاناه ما عرفتك شيخ ريجي واضح والله يا ريجي ما عاد عرفت البس والله واضح انت يوم جيت يا ريجي ما ادري ايش مشكلتي يوم جيت انا حتى غسلها يلا البسها واضح ما انا اسويها ما ادري ايش الطريقه انا اشك انك من الناس كنت مدرسه في كذا ورا ظهرك اي لا وتمشي كذا عشان ما تطيح لا محمد سراج انت ما دلني والله اخوي يا ريجي تدري محمد سراج من اول المدرسه كيف ترى قد شفته المدرسه تدري محمد سراج قد شفته المدرسه تدري كيف دبا شوف يا راسي الطاقيه ساقطه هذنيه هنا وقيت انك هذني لا كذب الرجال كذبه كذوب يا راسي راسه شوف دب وكذوب يا راسي راسي يا اوكي والله مصيبه خذ واحده بس لا هذا يا صادق لا كذا صادق ايوه لا لا خلي بس لها خمس ردي ردي ابصر الحين خلي لا انت تحس السادسه ردها يا ما اعرف ادري ولا الحال لا انت لحالك نحمد الله نشكر احنا نعرف شخص يعني انت كشخص هذه اللي استانس بها من زمان لا هاي ترى تطوير سنتين وجاي تطوير اجل قبل كيف اجل؟ قبل يا طويل العمر السلامة قبل شخص قبل لو كنت تشوف صور وانا صغير لا كنت اشخص كذا اغير الغتره واحط الطاقيه كان ليه؟ قول ليه؟ لا شفت انت وجه حامد الاكل بي من اول كان هذي فيه بقع وفيه بلا الحين ذي الحين غدا وجه يا شباب كل شيء لا لا خل خل اسامة في يدي لا عانى اسامة في يدي طيب يا ماجد الشهري انت مثلنا من اول؟ ولا دخول خلني اعلمك انك غاز انت يا محمد سراج انت تسالني بجاوبك انا يا رجال صار علي صار عليك انا كنت احط طاقيه كذا هنا احط شخصيه طيب قل ليش؟ ليش؟ هذه الصباح يا ابو سراج احنا اخوياك ما افرض روح تجلس الحال يا ذبح البرد هناك هناك ايش تسوي؟ دقيقه احط ابو سراج هنا تعيب يا اخو ما اعرف ايش اخص من بس والله يا رجال انا عانيت الحصه الساعه اعدلها اخليها كلها سوا مع بعض ما يشيل لا تروح مع يشيل تعال تكوى بس كان خشمك سامع ايش فيك حزم بطنك بالله شل طيب الرجال حكي عن معاناه خلني عن مسالته لازم حلول ابي حل انا عادي انا غير معاناتي ذيك انا لو دريت اني بسجل في برنامج وبتقابل مع وجيه الكئيبه هذه صح انتم كئيبين وشاعر مهستر يصير بطيور اي انت طلعت 24 ساعة وانا هبلت انا اكتشفت العيال اللي طلعوا 24 ساعة ويعود الناس يطورون انا اتمنى انكم ما تتعبوا الموضوع تتكلموا في صلب الموضوع انا اعلم وابي حلول انا اذا عندكم حلول انا قررت ابرمت قلبي انا اعلمكم عيال ابرك اسكت ابرك اذا تكلموا كبار السن يسكتوا العيال الصغار نعم تراك صغير واصغر مني لا اقوم اقطع دري طيب وشك زعلت يا الخبر جدي يلا يا ورع ورع انا اكبر واحد ورع سريلاك انا معك في الدرج عشان القم كنت محمد لا ما تقم والله نحبك والله نفخ والله نفخ انا اكل سريلاك عادي نعم خلاص طراه سريلاك ما راح عيال يا صلي على النبي يا ما راح على صوت سلام بس لا تهرج الحين دقيقه ماجد ونعم ماجد تعال نعم خلاص روح تعال اسامه لا والله ما بلايق عليه الحلوه زعلان والله ما بلايق عليه يا هلا البزنس كفو